اولا موضوع السؤال هو نقل العري الى التلفزيون باش يدخل المنازل المغاربه، هذا هو السؤال. في الوزير. ثانيا ابداء الراي ماشي استشاري وجوبا كما جاي في الفقره، ولكن راه كاينه واحد الفقره اخرى 16 شنو فيها؟ المعاقبه على المخالفات المرتكبه من لدن هيئات الاتصال السمع البصري وتقديم اقتراح بشان العقوبات المترتبه عنها الى السلطات المختصه اي بما فيها الحكومه وفقا للتشريع الجاري به العمل ولضفاتر التحملات ذات الصله. هذه الفقره 16، ما تقراش الفقره 3، هذا الظهير المحدث للهيئه العليا. ثالثا موضوعنا اليوم ماشي موضوع حزب سياسي، هذا موضوع يهم اخلاق المغاربه جميعا. انا سعيد ان الفريق الاستقلالي طرح السؤال ايضا وساندني وقال لي شنو الاجراءات ومارس كل الاجراءات ديالك. سعيد ان الاخ من الفريق الاشتراكي كيقول راه كاين تطرف مقابل تطرف وخصنا نمشيو نحو الوسطيه. سعيد بكل ذلك لان هذه القضيه ماشي قضيه مزايده، الاخلاق المغاربه ديال كل المغاربه انت وانا والجميع كندافعوا عليها. صف واحد الاسبوع الماضي صدر بلاغ كيقول الاسس الاجتماعيه والاخلاقيه للمجتمع المغربي مستهدفه من قوى اجنبيه، هذا موضوع يهم السياده الاعلاميه للبلد ونكونوا صرحاء في ذلك، لان هذا مغرب قوي قهز راسه. علاش؟ لان كل قوى ديال في الوقت ديال الحزه كتوقف جميعا ولكن عبر المؤسسات. انا ما جيتش باش نتحكم في الاعلام، هذا خط احمر ملتزم به لان هذا هو الدستور، ولكن في نفس الوقت الدستور في فصل 28 شنو كيقول؟ حرية التعبير مضمونة، حرية الإبداع مضمونة، ولكن في إطار القانون، ما كنديروش الرقابة القبلية، هادشي اللي قال فصل 28، ولكن ما لم يقيدها القانون، من بعد كنمشيو نطبقوا القانون. القانون الفصل 49 اللي دار في 2005 أنا شنو كيقول؟ أن الهاكا هي التي تراقب احترام دفتر التحملات. هذا ماشي أول مرة كنلجأ للهاكا، لجأت لها في قضية أخطر المجرمين، ماشي في القضية فاش وقع المشكل ديال بث الإحاطة والفريق ديالكم لجأ شنو درنا؟ جاوبنا لهاكا ولكن لجأنا للقضاء. علاش؟ لأن هذه حكومة ديال العمل وفق الدستور، سيادة القانون، احترام المؤسسات. اليوم جيت وقلت بكل وضوح أنا عندي الثقة في المؤسسات وخصنا جميعا نتعاونوا باش كل المؤسسات ديالنا قوية، ماشي كما البعض حاليا يحاول التأثير على القرارات الهكا ويلقى لها مخارج قانونية مفلسة خاسرة هشة كيقول لها راه هذا الشيء ما يمكنليش يتحال عليك، وعلاش تحالوا على أمور في السابق؟ كيقول ما عندكش الحق تنشر هاد الرسالة. الدستور جوج مرات هضر على حرية المعلومات في الفصل 27 وفي الفصل 165 الخاص ب لا هكا اي بالسمع البصري. علاش؟ لان كنضمنوا الحق للمغاربه في المعلومه. انا كنتاسف ان برلماني يجي ويطلب الحكومه تخبي الاجراءات اللي كدير على المغاربه في حين ان المغاربه صباح مساء كيسالونا كيقولنا شنو درتوا. حق المغاربه في المعلومه مضمون، ولا يمكن ان يسجل التاريخ على هذه القبه ان فريقا معارضا ضغط واستعمل الوسائل الرقابيه من اجل ان يحول دون حق المواطنين في المعلومه. لماذا؟ وحنا قمنا بهذاك الشيء من المال الخاص ديالنا باش نضمنوا الحق للمغاربه ونواجهوا تطرف مقابل تطرف. نضيف وهذا واحد شيء مهم، شنو تنجز في الاصلاح؟ تنجزات امور وانا متفق معاك، راه حنا عاد زدينا، راه عاد حطيت حلت هذه شهور حلت على الله هكا المشروع ديال القانون الخاص بالظهير، المشروع القانون ديال الهيئه العليا للاتصال السمع البصري، حلف القانون الخاص بلاماب والقانون الخاص بالسي ام والمشروع القانون الاتصال السمع البصري. الفريق الاشتراكي كنحييكم في مجلس المستشارين جبتوا مقترح قانون ديال هكا واعلنت باني نتفاعل معاه وراسلت المسؤولين ديال التلفزيونات باش نقول لهم عطيونا الملاحظات، راه الفريق الاشتراكي جاب مقترح قانون. علاش؟ لان قطاع الاتصال غنحميو الاستقلاليه ديالو، غادي نحميو الحريه ديالو بالقانون وبالمؤسسات، ولا احد فوق القانون، يكون موظف غير منتخب، يكون مسؤول، يكون وزير، الجميع حنا
كنشتغلوا في اطار القانون، وانا سعيد ان قلت تطرف مقابل تطرف، لان هذه بلادنا معنيا جميعا بالوقوف وجه كل من يستهدف قيمها واخلاقها وصورتها. وافترض الاحاطه اللي طرحينه الاخوان على القضيه الفيلم غادي نتحدث، لانه في فرنسا فيلم لابوتخ في بدايه السنه وزاره الداخليه خوفا على الامن والنظام العام وقفات وتحملت مسؤوليتها. في بريطانيا الفيلم ديال هايت كرايم وقفات بريطانيا ومنعات الفيلم، علاش؟ لانه كيتعرض للعنف الجنسي في حق عائله يهوديه. كاين اللي يقول لي هذا الواقع، واش الواقع في الميز العنصري؟ غادي نقلوه للتلفزيون، الله كصدرت عقوبات حق قناه مغربيه لانها استعملت لفظ تحقيري ضد مواطن مغربي، وهذا الشيء اللي كنتعاوليه. القانون استقلاليه الاعلام مكسب لا تراجع عنها، لكنها تمارس في اطار احترام القانون، ومن خرق القانون نلجا للهيئه العليا لاتصال السمع البصري، اذا لم تتخذ القرارات نلجا الى القضاء. لماذا؟ لان هذه الضمانه ديال الاستقرار. والسلام عليكم. شكرا للسيد الوزير. سيد النواب.